السلام عليكم ورحمة الله. هنبدأ نشرح دلوقتي في Communicable diseases ده بارت 1، وهو يعتبر المين بولك بتاع بارت 1. وياريت ان الموضوع ده مش بيعدي يا جماعة الا عن طريق مقارنات، عن طريق تجميعات. الشابتر ده هو اهم حاجة في بارت 1 ومش بيعدي الا بالطريقة دي. ولو انت وفرته على نفسك هتوفر عليك بقية السنة، لان انت هتيجي في الفاينل هتبقى محتاس ازاي تجمع Communicable diseases لو انت ملخصتهاش بطريقة تريحك انت، لان كل واحد بيريحه حاجه غير التاني. انا ريحني ان انا الخص على الكمبيوتر، فده اللي ريحني. بس تعبت اخر سنه التخصصات زي ما انتهى في اخر سنه في فتره الفاينل، بس بقيت مرتاحه ورايحه الامتحان شويه، فكنت بقول يا ريتني فبلاش. ويا ريت يعني لو تلخصها بطريقه تعجبكم، سواء الورقه ده هيكون معاكم ان شاء الله، اطباقه هتنزله، او انت بقى عايز تطلع منه طريقه تانية. المهم ان انا يعني بفضل الله بحاول ان انا ما اسيبش حاجه في كتاب الاسم. طيب المفروض ان يعني نظرة عامة كده عن Communicable diseases، هتبدأ ان انت تاخد حوالي 35 ديزيز. كل ديزيز بيبقى مجموعة من الصفات المشتركة فيهم، فعشان كده حتة المقارنات هي اللي بتضيع اي لخبطة تكون عندك. 35 ديزيز ده منهم 10 ديزيز بيكون droplet infection، وهنفهم يعني ايه droplet وايه الفرق بين droplet والايربورن، وهل هما حاجة واحدة ولا لأ. والانتاريك او اللي هما الجي اي تي مثلا هما بيكونوا 7 وهكذا. انتوا اللي عليكم جزء في الامتحان اللي هو الدروبلت، ومش كل دروبلت كمان، ده انتوا عليكم جزء منه. فاحنا هنبدا اول حاجه عندي دروبلت دول هنقسمهم فايرال وبكتيريال ديزيز. الفايرال اللي هما 3 اللي هما الميزلز والمومز والروبيلا، وهما دول عليكم في الامتحان. الباقي مش عليكم في الامتحان فمش هنتكلم عنهم المره. وفي كمان البكتيريال اللي هو الروماتيك فيفر والمنينجايتس، وده برضو اللي داخل في الامتحان. الباقي بقى اللي هما دول مش داخلين في الامتحان. انا عشان اسهل على نفسي مع نفسي يعني، فقلت ايا اجمع بس الديزيز عشان ما تخشش في بعضها، وابدا ان انا اقسم كل واحده فايرال وبكتيريا وهكذا، وعشان ابقى فاهمه دي تبع اني يعني جروب من الديزيزز. فالورقه ده بس ما تستغربوش اول جزئيه دي، يعني هو بس كلمه 2 جنب السكشوال مثلا ترانسميتد ديزيز، جنبها 2 يعني 2 ديزيزز، ممكن يكونوا 3 عشان ممكن نضيف عليهم الايدز لو اعتبرته من سكشوال او هعتبره في البلد، فيعني ايا كان يعني. طيب هو طبعا كل رقم جنبها ده معناها رقم الديزيزز. في ديزيز كان لازم اكتب اسم الاورجانيزم بتاعها، عشان مثلا الاورجانيزم بتاعها مش بنفس الاسم، فكان لازم اكتب اللي هي بتعمل ايه، مثلا تيتينوس مين اللي بتعملها كوليستريديوم وهكذا. يعني هو حاجه سهله مثلا من مايكرو، فانت هتحسوا ان الموضوع ده داخل فيه بارا ومايكرو، وهتحسوا ان الكلام بيتكرر، وان هي اسطمبه واحده في الاجابات. حتى في الاسي الاسطمبه واحده اللي هي البريفنشن حتى والتريتمنت اسطمبه كده. وانس انت سهلتها على نفسك في في المقدمه بتاعه الكومينكبل ديزيز، هتحس ان انت هتاخد اي ديزيز انت عارف ان هو اسطمبه ماشيه ازاي. وبعد كده الجزء ده من الورق برضو اللي هو كنت برتب الديزيزز اللي عندنا من A to Z عشان ابقى فاهمه لما اجي بعد كده اعمل اختصارات. مثلا ان احنا نحب نعمل اختصارات اللي هو مش عارفه ABC والحاجات الغريبه دي، فابقى عارفه اني ايه بتاعت اني ديزيز، لان في ايهات كتير وفي بيهات كتير. فعد الجزء ده من ورق نخش على اللي بعده. اول حاجه عندي فيه بيتكلم عن داينامكس اوف ترانسميشن. المفروض ان هو بيتكلم عن دوره حياه الايجنت او دوره حياه الحاجه المسببه للمرض، فهي عباره عن ايجنت كان في ريزرفوار عفوا ايا كان هو الريزرفوار مين، سواء كان انيمال او هيومن او انفايرمنت، مثلا سويل ووتر داست، كل حاجه هنتكلم عنها بالتفصيل. هيخرج من الريزرفوار ده عن طريق مود اوف ترانسميشن، هيخش في عن طريق وسيله هيخش في الهوست. فدي دوره حياته لازم هيعدي بالمراحل دي، عشان دي كده بنقول عليها الداينامكس ترانسميشن. هو مش ثابت في مكان، هو حاجه بتتحرك، فلذلك سميناها دايناميك. طيب الايجنت ده ممكن يكون بروتوزوا ميتازوا، ممكن يكون فانجاي، ممكن يكون فيروس، ممكن يكون ريكيتسيا. البروتوزوا والميتازوا هما من الانيمال كينجدوم، من مملكه الحيوانات، بس الفرق بين البروتوزوا ان هي يوني سيلر، الميتازوا مالتي سيلر. البروتوزوا والفانجاي في تشابه بينهم ان هما الاثنين يوني سيلر، بس واحده من الانيمال كينجدوم وواحده من البلانت كينجدوم. وعندي بكتيريا طبعا مش محتاجه تعريف، وكتاب حتى ما حطهاش حاجه، يعني قال لك ان هي بتطلع توكسينز، ممكن يكون اكزو توكسين، ممكن يكون يعني توكسين، على حسب بقى كل بكتيريا والتوكسين بتاعها ايه. طيب الفيروس والريكيتسيا في شبه بينهم، هما الاثنين اوبليجيت انتراسيلر. يعني احنا عارفين ان الفيروس بيخش جوه الخليه وبيبدا ان هو ياثر في يحط الدي ان ايه بتاعه في الخليه وهكذا، فغير اي حد تاني مثلا بيكون اكستراسيلر او ايا كان.
والاثنين دول اوبليجيت انتراسلولار. فانا لما اجي لي في الام سي كيو اركز بقى هل هو افكتد بالانتي مايكروبيال يبقى هو ريكيتسيل، لو مش افكتد اللي هو قوي قوي فهو ده هيكون فيروس. كتب خطه طبعا اكزامبلز، الاكزامبلز يا جماعه ما تطنشوهاش لان هي اللي بتيجي في موضع الام سي كيو للاسف. يعني هتاخدوا همشي معاكم كده جوه وهتلاقوا ان الاكزامبلز دي كانت بتجي لنا مثلا في اول امتحان ام سي كيو واحنا كنا اول راوند، فما تطنشوش الاكزامبلز. انا عارفه ان الاكزامبلز بتكون في الاول صعبه وكده علشان انت لسه ما خدتش الديزيز دي، بس انت سهلها على نفسك وحطهم في اختيارات وجمعهم، هتحس ان انت على كده تاخد اي ديزيز انت اصلا مجمعه، يعني انت عارف اصلا اصله وفصله ايه من المقدمه بتاعه البدايه. فالفايل ده او المقدمه دي مهمه للغايه، مش اي كلام، هي هتريح عليك بعدين. هتفضل بقى تجمع يعني تاخد ديزيز ديزيز وفي الاخر تجمعهم، ف اتس اب تو يو. بس انت في امتحان في ريزرفوار قلنا هنقسمه هيومن وانيمال انفايرمنت. ابدا من ورا لقدام. الانفايرمنت هو السويل، فاداكي اكزامبل في الكتاب اللي هو سبورز اوف تيتنس. وفي الووتر وفي الدست. طبعا هو مش حاطط اكزامبل بس يعني هتلاقوها جوه في بعد شويه، هتلاقوا في ديزيز. فانت لو لقيت ديزيز عايز تضيفه تحت الووتر، عايز تضيفه تحت الدست، بيتنقل عن طريقه فضيفه يعني. طيب عندي كمان الانيمال وكاتب ان هو الفيرتبريت. وعارفين من بره لو الانيمال ريزرفوار يبقى سميتها زونوتيك ديزيز. في الفايل اللي هيترفع ده برضو ان في هنا في رقم 24 بقول زونوتيك هو فروم انيمال تو مان، لكن ان زونوتيك ده انديميك ديزيز في الانيمال. وطبعا المفروض ان في تعريف للانديميك وفي تعريف لحاجه اسمها ايبيديميك. الانديميك ده حاجه على طول موجوده في بوبيليشن، حاجه بقول عليه مرض متوطن، تمام؟ ده حتى في قسم الامراض المتوطنه، تمام. لكن الابيديميك ده حاجه ظهرت فجاه في المكان دي، في المنطقه دي، ما كانش متعود ان انا الاقي في المنطقه دي كوليرا مثلا، ما كنتش متعود الاقي في المنطقه دي ديزيز معين، فده ظهر فجاه صادن وزاد بطريقه مور ذان اكسبكتد. فجاه كده المنطقه دي بقت مليانه فود بويزنج بكذا، فالمنطقه دي اعتبرتها هي متوطنه بس متوطنه جديده، حاجه كده زادت زياده عن الاكسبكتد. المنطقه بتاعتها اسميها انديميك اريا، هي منطقه متوطنه بس هو ابيديميك، يعني هي منطقه فيها انديميك، هي فيها ديزيز بس فجاه عدد الحالات بدل ما كل سنه كان بيجي لنا 10 حالات منه فجاه بقى 100 حاله، فجاه بقى 1000 حاله. في حاجه ظهرت يعني حصل طفره في المرض ده ايا كان، يعني زي بالظبط لما انفلونزا الخنازير لما ظهرت، زي انفلونزا الطيور لما ظهرت، هكذا كانت هي. احنا عندنا انفلونزا وعندنا انفلونزا الطيور والخنازير بس بنسبه مش بالطريقه اللي ظهرت فجاه دي، مش فحصل حاجه جديده. وطبعا الابيديميك ده اكتر مع كوميكابل ديزيزز، يعني الحاجه دي معناها ان هي بتنتشر بطريقه بسرعه، دي معنى كده ان هي بتتنقل من شخص للتاني او في وسيله للكوميكابيلتي. فاذا هي اكتر مع كوميكابل ديزيزز عن النون كوميكابل ديزيز. الاوت بريك هو ابيديميك برضه بس لوكالايزد، يعني مش على مستوى اكبر، يعني على مستوى مثلا مدرسه، على مستوى فندق، على مستوى حاجات بسيطه مش على منطقه كبيره شويه. بانديميك ده موجود في كل العالم او موجود في اكتر من دوله، فابدا ان انا اقول عليه ان هو بانديميك، تمام. ف يعني ده الفرق بين انديميك وابيديميك واوت بريك وبانديميك. وفهمنا الزونوتيك والانزونوتيك ده انديميك ديزيز في الانيمال، متوطن في الانيمال، ظهر فجاه بطريقه وزاد بزياده من غير الاكسبكتد. ايبيزوتيك اللي هو ابيديميك ان انيمالز زي الريفت فالي فيروس والبيك. وطبعا الكوميكابل ديزيزز هي انفكشس او توكسيك ديزيزز كان بي ترانسميتد فروم مان تو مان، يعني